عزل منزلي، عمل عن بعد، وتعليم عن بعد. كم من أشياء تغيرت حولنا خلال أسابيع قليلة، ورغم كل شيء تظل حياة الإنسان هي التركيز الأول لقيادة الإمارات. لذلك وحتى نتجاوز هالتحديات معا ونتأقلم مع هالظروف معا ونتكاتف معا، يطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة مبادرة لتشلون هم، حملة وطنية للدعم النفسي لأفراد المجتمع، وتتضمن ثلاث مكونات. لنطمئن معا، سلسلة من الفيديوهات عن صحتنا النفسية في الظرف الحالي، لندعم معا، بث مباشر يومي من الخبراء لتوفير الدعم النفسي والإجابة عن أسئلتكم، لنتحدث معا، لقاءات افتراضية للدعم والتكاتف بين مجموعات محددة من أفراد مجتمعنا. في التحدي الحالي بنكون معا، تابعونا وكونوا بخير.